السلام عليكم، وياكم محمد من قناة تيك تايم. قبل فترة زميلي بالقناة حسن عمل فيديو وضح تسريبات هواتف سامسونج القادمة من الفئة المتوسطة، ويوم أمس أعلن سامسونج بشكل رسمي عن هواتفها الجديدة من فئة الأم اللي هم الجالكسي الأم 10 والجالكسي الأم 20. تستهدف فيهم سامسونج الفئة الاقتصادية والفئة المتوسطة من الهواتف الذكية. تعتبر رد قوي منها على هواتف الشركات الصينية خصوصا شاومي وأونر وأوبو، واللي اكتسحت هواتفهم هواتف الشركة الكورية بهاي الفئة عدة أسواق، أبرزها الأسواق الصينية والهندية وكذلك أسواقنا العربية. كذلك يعتبرون أول هواتف من شركة سامسونج يضمون النوتش على مستوى الشاشات على شكل حرف V. في هذا الفيديو راح نستعرض المواصفات الكاملة لهاتف الجالكسي الام 20 اللي يعتبر أفضل من النسخة الأخرى، وفي فيديو لاحق نستعرض لكم مواصفات الهاتف الثاني. قدمت لنا سامسونج الجالكسي الام 20 كأول هواتفها من الفئة المتوسطة لعام 2019، وهو الأول من سنوات خارج سلسلة الأي لأنه يقدم مواصفات مميزة بسعر جيد. الهاتف يجي بشاشة بحجم 6.3 إنج، واستغنت سامسونج عن شاشات الأموليد اللي شفناها بهواتف سلسلة الأي. قدمت لنا بهذا الهاتف شاشة من نوع BLS TFT بدقة الفول اتش دي بلس 1080 في 2240 بكسل، وبالأبعاد الجديدة 19.5x9 بكثافة بكسلات جيدة 409 بكسل لكل إنج. ويعتبر جالكسي الام 20 هو اول هواتف الشركة اللي تجي بتصميم الانفينيتي V، وهو ان يقتصر النوتش على الكاميرا الامامية بشكل مشابه لتصميم الواتر دروب بس اكبر بشوية. حواف الشاشة صغيرة من الجانبين ومستوية من دون اي انحناءات، اما الحافة السفلية فهي اكبر. بالنسبة للاعتاد، الهاتف يعمل معالج سامسونج الجديد الاكزينوس 7904 ومعالج سامسونج الجديد بهاي الفئة اللي ينطينا اداء جيد مع المعالج الرسومي من نوع مالي جي 71 MB2. الهاتف متوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 3 جيجا بايت وبسعة 4 جيجا بايت، وخيارين كذلك من ذاكرة التخزين الداخلية 32 وال 64 جيجا بايت. الصدمة الأولى بهذا الهاتف هي البطارية اللي تعتبر واحدة من أكبر المفاجآت اللي شفناها من الشركة الكورية بالفترة الأخيرة. متوفر لنا سامسونج بطارية كبيرة بسعة 5000 ملي أمبير، وهي أكبر بطارية تقدمها سامسونج بهواتفها حالياً. البطارية يتم شحنها من خلال منفذ الشحن USB Type-C، وهو شيء كذلك افتقدته هواتف الشركة بهاي الفئة. الشيء المميز الثاني هو أنه هذا الهاتف يدعم تقنية الشحن السريع. الهاتف كذلك يضم مستشعر بصمات الأصابع بالجهة الخلفية، بالإضافة إلى مخرج سماعات الجاك 3.5 ملم لجانب منفذ الشحن. من نقاط تميز هذا الهاتف كذلك مقارنة بسعره هي الكاميرا، حيث يقدم سامسونج كاميرا خلفية مزدوجة، وهي المرة الأولى اللي تسويها الشركة لهواتفها بهاي الفئة. الكاميرا الخلفية بدقة 13 ميجا بكسل فتحة عدسة f1.9، أما الكاميرا الثانية فهي بدقة 5 ميجا بكسل فتحة عدسة f2.2. لكن أبرز ما يميز الكاميرا بخلاف أنها مزدوجة هو أن الكاميرا الثانية اللي بدقة 5 ميجا بكسل هي كاميرا بزاوية رؤية واسعة بزاوية 120 درجة، أما الكاميرا الأمامية فهي تجي بدقة 8 ميجا بكسل فتحة عدسة f2. الهاتف على عكس ما كانت متوقعة التسريبات راح يعمل بنظام الاندرويد اوريو بالاصدار 8.1 بواجهة سامسونج الاكسبيرينس يو اي 9.5، وهو اصدار بين الاكسبيرينس يو اي 9 وواجهة سامسونج الجديدة الوان يو اي، الا انها بالتأكيد راح تفتقد لكثير من مميزات الواجهتين. المفاجأة الثانية هي سعره. هذا الهاتف راح يتوفر بسعر $150 للاصدار 3 جيجا بايت من ذاكرة عشوائية و 32 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلية، وبسعر $183 للإصدار الثاني اللي هو 4 جيجا بايت من ذاكرة عشوائية وال 64 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلية. حتى الآن الهاتف راح يكون حصري فقط للأسواق الهندية، وراح يتوفر قريبا أكيد عالميا. ومثل ما معودكم بالقناة، أكيد هذا الهاتف إذا وصل لأسواقنا العربية بصورة عامة وللعراق بصورة خاصة راح نعلمكم بمنتدى القناة. حقيقة خطوة ممتازة من سامسونج أن تطرح لنا هاتف بهيج مواصفات وهيج سعر. صار لنا فترة ما متعودين عليها تقدم لنا هواتف بهيج أسعار ومواصفات. كرأي شخص الهاتف راح ينباع بكميات كبيرة، كذلك يستحق الشراء وبدون أي تردد. أنتوا شباب شنو رأيكم مواصفاته، وتتوقعون أنه سامسونج راح ترجع للفئة المتوسطة الاقتصادية بهذا الهاتف لو لا؟ هذا كل شيء شباب عندي بهذا الفيديو. إن شاء الله أشوفكم فيديو جديد. لا تنسى اللايك إذا عجبك الفيديو، تشترك بالقناة إذا مشترك للدعم. تحياتي لكم، في أمان الله.